قائمين على الكرة المصرية. هنرجع نتكلم بالتفاصيل عن النادي الأهلي والكرة المصرية. خليني أروح سريعا أستأذنك ناخد مداخلة مهمة جدا مع نجم من نجوم المنتخب التونسي السابق كابتن زياد الجزيري. يا كابتن زياد مساء الخير على حضرتك. مساء الخير عليكم ومرحبا. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني طبعا عايزين نتكلم معاك عن تقييمك للمنتخب التونسي على مدار بطوله الامم الافريقيه وقبل كمان مباراه مهمه على المركز الثالث ما بين المنتخب التونسي والمنتخب النيجيري. تقييم المنتخب التونسي يعني في تقييم يعني كان في الدور الاول قدمنا صوره سيئه، قمنا بكذا التعادلات وكنا نجم عليها الروح من المجموعه الاولى. دخلنا في البطوله الاسبوع الثاني يعني شفنا مرات احسن، شفنا تحسن لين وصلنا لمباراه الثنائي مع السنغال. بالنسبه لي كان افضل مباراه للمنتخب التونسي الشوط الثاني. املنا بروحنا، احنا القدام زدنا الفرص وفي الاخر حكم ما حرم المنتخب التونسي من ضربه جزاء، لكن سوء البدايه، سوء البدايه هي من سبب الوحيد هو بالنسبه لي هو الاطار الفني، يعني مجموعه اللاعبين اللي كانت موجوده خاصه في وسط الميدان، يعني كانت عندهم حلول كبيره في وسط الميدان في خامس التاريخ يلعب في صوره احسن ويكون عنده يعني الجانب المعنوي جيد. يعني المنتخب التونسي ما تخناش في البطوله من الاول لانه الجانب المعنوي ما كانش كويس، لانه مربوط بالفنيات وبالمردود. طيب ايه الفرق ما بين المنتخب التونسي في الادوار الاولى او في الدور الاول بالتحديد والشكل المغاير تماما بدايه من مباراه غانا؟ ايه اللي اتغير في المنتخب التونسي خصوصا ان هي البطوله نفس البطوله يعني؟ شوف الحق لاعبين، يعني شفنا في المقابله الاولى شفنا كشريدة وجد اللي هو لاعب معنا متميز في الجهه اليمنى مع المساحه، يعني الناس كل شافت وانا من الناس اللي كنت اللي قلت من اول قلت لهم راهو نلعب بالتكتيك هذا راهو ما نجمش نكونوا كويسين، يعني شفنا تغيير كامل، شفنا بيجي يعني على اليمين وبيجي يلعب السعوديه عنده مده ما لعبش. مع غياب الفرجاني الفاسي اللي هو كان الحل الوحيد، يعني هو كان اللاعب الوحيد اللي كان يربط ما بين الوسط والهجوم، اللاعب اللي كان غايب بالنسبه لي في منتخب مصر طارق حامد ولا مني كانوا قادرين باش يعطي الكوره للمهاجمين بتاعهم. نفس الشيء في المنتخب التونسي، يعني شفنا يعني وسط ميدان عنده قطع في تبرير الكوره من السخيري مثل ما كانش يلعب في مكانه مع غياب الفورمه على مساكي مع غياب رقم التسعه لاعب كبير اللي قادر يصنع. المنتخب التونسي زي نفس المشكل اللي في المنتخب المصري، روح المصري ما نجمش يكون في المستوى، الخميسي حاول يطلع في المستوى، تحب تفوز بالمقابلات الكبرى ولا بالالقاب الكبرى لازم يكون عندك مهاجم يخلص لك اي دقيقه، واللاعب وسط ميدان اللي قادر يحكم في الكوره، نحن المنتخب التونسي الدور الثاني ولا قادرين نشد الكوره مع دخول فرجاني الفاسي في المباراه. طيب يعني طبعا كابتن زياد الجزيري هو صاحب الهدف او هدف الفوز ببطوله الامم الافريقيه في 2004 امام المنتخب المغربي في النهائي الافريقي في الاراضي التونسيه، واكيد هدف ما يتنسيش بشكل كبير جدا. فبالتالي انا عايز اسال حضرتك عن الفرق ما بين الجيلين، جيل 2004 اللي حقق البطوله الوحيده لتونس والجيل الحالي اللي قدر اخيرا يوصل لدور نصف النهائي بعد غياب فتره كبيره، غياب من 2004 برضه عن الوصول لنصف النهائي. شوفوا هو الحاجه اللي تغير، شوف كان حسن شحاته مدير منتخب مصر كان تروح ام سي وطن نفس الشيء، يعني في 2004 كانوا لاعبين يعني يحسوا بروح المسؤوليه وعايزين يعني يفرحوا الجماهير التونسيه والمصريه، يعني ما نقولش يعني اللاعبين هذوما ما تكونوش مسؤوليه، لكن كان في عقليه اخرى، يعني في عقليه المنتخب مش لازم تكون انت لاعب بارز في تاريخك مش تكون في منتخب في مستوى كبير، يعني فما عقل المنتخب لازم ترجع، يعني لازم ترجع الروح هذيك وترجع اللحمه، ترجع روح الفريق، ما نقعدوش نستناو في حوم صلاح باش يسجل هدف باش يفوز بالبطوله واحد ولا نستناو يوسف المساكني، لازم الفريق كامل يكون معنا مع بعض وترجع روح المنتخب اللي فقدناها معنا في المنتخب المصري ولا التونسي. فعلا دي حقيقة. سألوا على جريتس. طيب. على مين؟ ألان جريتس. احنا عايزين نسأل حضرتك برضه على ألان جريتس، وهل هو ممكن يكمل مع المنتخب التونسي ولا أعتقد صعب خلاص بعد بطولة الأمم الأفريقية؟ وهل من وجهة نظرك المدير الفني الوطني هو الأنسب للمنتخب التونسي؟
ايه خلاص جيريس هو اللي كان المشكل في المنتخب التونسي، يعني دخولنا السيء في البطوله كان من سوء اختيار يعني اللاعبين في اماكنهم من جيريس، وخلى الفريق يعني يدخل بصوره معنويه صعيبه. على معنى كان فما مردود كان متواضع ما تحسن الا مع كيلو باش ياخذوا القرار معاه، مصور مصيره انتهى مع المنتخب التونسي. لازم المنتخب التونسي تو عانى لاعبين شوطين في البطوله، ربحنا لاعبين شوطين، لازم يعرفوا يختاروا ناخذ الوطن، لازم يكون متفرغ. صح. نفس المشكل في مصر، ما نقعدوش نلمجوا على اجيري نادي الفيورو في الفشار، عندكم حسن شحاتك اللي فاز بالالقاب من المنتخب المصري، علاش ما تمام. طيب كابتن زياد لسه معانا على الهاتف ولا ايه؟ طيب الخط قطع، كانت مداخلة مهمة جدا من الكابتن زياد الجزيري النجم التونسي الكبير، كان جيل مختلف تماما. اه طبعا جيل. اللي قدر ان هو يفوز مع المنتخب التونسي في 2004 ببطولة الأمم الأفريقية. رجع لنا تاني الكابتن زياد الجزيري. طيب أخيرا يا كابتن زياد، عايز أسأل حضرتك على البطولة بشكل أو قبل ما أسألك كمان على البطولة، بكرة رؤيتك لمباراة تونس ونيجيريا، كيف ترى هذه المباراة وتوقعاتك ليها إيه؟ في معقول النهائي التعيين، يعني ما نحن ما نعطيش اهميه، يعني بعد خساره بالنسبه لي يعني زي المقابله، يعني بعد ما تخسر نص النهائي ما فماش يعني روح، ما فماش عقليه باش المرتبه الثالثه والرابعه كيف بالنسبه لي، هو مسيد حقيقي يلعب النهائي، يعني مسيد حقيقي تكون ما بين السنغال المنتخب الجزائري، هي حاجه تطلع على البوديوم رقم ثالث، اما بالنسبه لي هو البطوله لما تروح لكاس الفيفا البطوله. طيب رؤيتك ورأيك في بطولة الأمم الأفريقية هذا العام، سواء من الناحية الفنية والناحية التنظيمية، كمان مهم جدا بالنسبة لنا نسمع رأيك في البطولة التنظيمية. بالنسبة نحب نشكر معناها مصر واللي كانوا قايمين، يعني بطولة تنظمها في 6 أشهر مستحيل. يعني الدول سنوات وسنوات في الكامرون يعني، وما نجموش في الآخر يعني ما نجموش ننظموا كأس إفريقيا، يعني معناها مصر 5 شهور تنظم بطولة بالقيمة هذه، شفنا الملاعب في مستوى مجال، أمنيا كان في مستوى كبير برشا، مليار 300 عبد شاهد الافتتاح، يعني حاجة كبيرة، كانت حاجة كبيرة بالنسبة حتى السياحيين بالنسبة لمصر. أعتقد ما فازوش، ما كانوش لاعبين في مستوى كبير صراحة، لكن نحب نقول يعني مبروك لمصر، يشرفوا أفريقيا، وشفنا تنظيم كبير برشا، وهذا شيء ماهوش غريب على مصر. تمام. يا كابتن زياد انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كان معانا على الهاتف كابتن زياد الجزيري نجم المنتخب التونسي السابق وصاحب هدف الفوز على المنتخب المغربي في 2004 نهائي الكان بالتحديد، وفوزهم بهذا اللقب الوحيد لتونس حتى الان، واتمنى كل التوفيق للمنتخب التونسي في مباراه الغد على المركز الثالث مع نيجيريا.